صحتنا وعافيتنا مع دكتور محمد أوشن أخصائي في جراحة الجهاز الهضمي. صباح الخير دكتور أوشن. صباح الخير جهدي ملابس عليك. الحمد لله الله يبارك فيك. شكرا على الاستضافة. مرحبا جمال الاستماع. بارك الله فيك ومرحبا بك، دائما سعيدة بتواصل معك دكتور محمد أوشن. البارح تكلمنا على انواع امراض الكبد، ما غنبعدو شيء بزاف دكتور أوشن، غنتكلموا على المراره. المراره طبيعه الحال واحده من الامراض الشائعه وكثير من الناس كتوصل بهم الى الجراحه. فاذا سمحتي نتكلموا اولا على الموضوع بدايه من تعريف اذا سمحتي. مرحبا. المرارة كما سبقنا ودوينا في الموضوع في حلقة سابقة، نعم، هو ريزيرفوار الدور ديالها هو تخزين المادة الصفراء المفرزة من ظهرات الكبد. نعم، يعني الدور ديالها ملي كتخزن وكتفرز ماشي كتفرز وكتسكريت عند الحاجة. مثلا ملي كياكل مادة دهنية أولا شي وجبة غنية بالمواد الدهنية كتفرز عند الحاجة. ومنين ما كاين في حالة صيام كتبقى الدور ديالها كتبقى مخزنه ديك الماده الصفراء. نعم. وكيفاش كتكون الحجر في المراره؟ بزاف الناس كيسحب لهم بانه ملي كيشرب الماء مثلا في الحجر او الماء في التراب كيتكون عنده ذاك الحجر في المراره. هذه الفكره الشائعه. غير نعم. لا هي كتجي عندها بزاف العوامل. كاين انواع بعد هذا الحجر، كاين الحجر اللون ديالو اسود وكاين واحد الحجر اللون ديالو اصفر. نعم. لي كالكول كوليستيروليك. هذوك لي بلو فريكونت هما لي كالكول هو الحجر الكوليستيرولي. الانسان ملي كيكثر كياكل المواد الدهنيه بزاف، الماده الصفراء كتزاد سكريتي بزاف، كيوقع لها واحد النقص ديك لي سالبيليير. وبالتالي كتبقى كريستاليزاسيون ديال الكوليسترول. ديك الكوليسترول اللي في داخل المراه كيبدا كيتكريستاليز. نعم. شويه على شويه شويه كتكون الحجر. كاين واحد العامل اخر هذا مع المراه الحامل والمراه اللي كتاخذ. اذا غير باش نوضحوا هذه المساله الا سمحتي دكتور أوشن، يعني الحجر اللي كيتكون في المراره ماشي يعني ماشي جاي من التغذيه، حيت بزاف ديال الناس كيربطوه مع التغذيه، كذلك مثلا العظام او العظام ديال الرمان، يعني بزاف ديال الافكار اللي هي شائعه في هذا الصدد هذا. لا 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 علاقه. كيما شرحت لك الدور ديالو السبب ديالو ولا المصدر ديالو هو ديك الكوليسترول اللي كيكون في الداخل ديك الماده الصفراء. نعم. كتقدر اون كريستاليزاسيون. وهذا نتيجه اولا عن التغذيه الغنيه بالدهنيات. نعم. الانسان كياكل الدهنيات بزاف كيولوا ديك لي سيلبيليار كينقصوا. والسبب الثاني كيكون علاش كتلاحظ ديما ان الحجر كيكون عند المرأة اكثر من الرجال. نعم. النساء اكثر من الرجال لان الرجال عندهم واحد الهرمون لا فام النساء عندهم واحد الهرمون سميتو الاستروجين. هذاك الهرمون الاستروجين كينقص في لا موتيليتي او في الحركه او التقلصات ديال المراره. نعم. وبالتالي كتبقى واحد ستاغناسيون واحد ركود لديك الماده الصفراء. نعم. كتركض كتبقى ديك لاكريستاليزاسيون. نعم. فهذه يعني من الاسباب اللي كيديو الى تكوين الحجر بالمراره دكتور محمد أوشن. نعم. الاسباب الشائعه كاسباب قليله اللي هما كما قلت لكم قبيله داك الحجر ديال المراره اللي كيكون اللون ديالو اسود اللي كان كل بيغمونتي غادي كيكون عنده كيكون الانسان عنده واحد ايموليز واحد تدمير في الخلايا ديال القرايه الحمراء ديال الدم كيبقى ديك لي ديبو ديالهم كيمشيو ولا هذا هذا واحد 20% هذا فقط 20% من الاسباب ديال حجر المراره. نعم. بالنسبه للاعراض هذه من هذه العوامل فكره عامه على كيفاش كتكون حجر المراره. نعم. دابا ندوزو اهم حاجه هي الاعراض. كيفاش الانسان كيعرف بانه عنده حجر في المراره ولا ما عندوش؟ يفغي اللي بالاحيان الحجر ديال المراره كيكون بدون اعراض. تيكون بدون اعراض يعني بدون الام بدون يعني الانسان يقدر يعيش حياته كامله بها تيموت بلا ما يكون بلا ما يعرف انه عنده حجر في المراه.
غادي عند أغلبية الحالات. في بعض الحالات كيبانوا الأعراض على شكل ألم في الجانب الأيمن ديال البطن. نعم. وذلك الألم كينتشر للكتاف. كيمشي للكتاف. أو للظهر. نعم. الكتاف الكتف الأيمن أو للظهر. وهذا الألم كيتزاد ملي كتاكل شي مادة دسمة. شي وجبة دسمة. يعني غنية بالدهونيات. الدهون بالدهون وي. علاش؟ حيت دابا نتا ملي كتاكل الدهونيات كيكون عندك مثلا واحد الحجر في ديك المرارة كيبلوكي لا سيكريسيون ديال الكلابي. وبالتالي المرارة اش كيطرا لها؟ كتقلص باش تفرز ديك المادة الصفراء ولكن هي مبلوكي بديك الحجرة. وهنا كيتكون ديك الألم. نعم. كيبدا في الجانب الأيمن. وكيطلع على الكتف الايمن وما بين والظهر. يعني هادو من ابرز الاعراض. نعم هادو من ابرز الاعراض. هذه هي العلامه. هذه في الحاله بدون مضاعفات. لما عندك حاجه في المرارة بدون مضاعفات. اذا بان اصفرار او الحراره هذا يعني ان وقع سي ديجا كومبليكي. نعم. واحد المحرر ديال المضاعفات. اصفرار كتعني يعني حجر من ديك المراره مشى في الاقنيه الصفراويه ديال الكبد. يعني الميغراسيون الحجر ديال المراره بحطاش كيكون صغير كيمشي لك القنوات الصفراويه ديال الكبد. نعم. وكيبلوكيهم تما. وهنا عاوتاني خص واحد الحاله جراحيه اخرى عاوتاني. نعم. واخا في حاله التهاب. نعم. نعم تفضل. في حاله التهاب كيزاد الم كيكون الم حاد كيفوت سوع. بالاضافه الى حراره والالم ديال التهاب الحراره والارتعاش وكل شيء. نعم. فكيف ما قلتي الحالة يعني ممكن الدواء بالدواء يعني تكون علاج دوائي. وما هو يعني شائع عندكم انتم بحكم التخصص ديالك سي أوشن الجراحة. فهنا إذا سمحتي بغينا غير نعطيو فكرة على الجراحة على المرارة يعني قبل الجراحة أثناء الجراحة وبعد الجراحة. دكتور أوشن إلا عندك بعض النقاط نوضحوها للناس. هي الحجر المرارة والحصى المرارة ما كيمشيش بالدواء. ما كيمشيش يعني بالدواء. العلاج ديال الوحيد اللي هو الجراحة. الجراحة كتتم عبر سميتو عبر الليزر كما كنقولو اونتر بارونتيز سي لا سيليسكوبي. غير الشائع عند الناس كيبدو الليزر. دونك لا سيليسكوبي او الجراحة بالمنظار في اغلب الاحيان. نعم. هذه كندوز الحجر في مرارة عادية بدون مضاعفات. نعم. يعني غالبا كدوز بسلامة وبدون مشاكل. بالنسبة في حالة اللي كانت مرارة من الجهبة أو لا كومبليكي أو لا حجر في مرارة مشى الأقنية الصفراوية أنك دير واحد الجراحة سميتها لا سميتو لا سيبير. واحد المنظار كدير عبر الفم. كياخد ديك الحجر اللي كاين في الاقنيه الصفراويه عاد باش من بعد كدير العمليه بالسيليوسكوبي باش تحيد المراره. نعم نعم. وكما سبق وقلنا ملي كتحيد المراره كتصيفط ليكزامان اناتومو باثولوجيك. يعني العلم التشريح. التشريح نعم. هذه ضروري تما. علاش؟ حيت كاين واحد البورسونتاج واخا قليل واخا 1% هذاك البورسونتاج بان المراره يكون فيها سرطان. نعم. حجم بين المضاعفات ديال حصى المرارة وتكون السرطان على مستوى المرارة. نعم. الله يحفظ السلامة. نعم. بالنسبة للعملية إلى دات الحمد لله الأمور مزيان تقدر تمشي لغد الليل تمشي تمشي للعمل ديالك أو تخرج وتزاول كتخرج تزاول المهام ديالها بشكل عادي. واخا هنا من الناحية الغذائية دكتور محمد أوشن يعني بعد العملية واش المريض خاصو يعني يلتزم بواحد نظام غذائي اللي هو معين أو لا ممكن من بعد يعني يكون عنده نظام عادي كيف ما موالف؟ لا هي طبيعة الحال مادام مابقاش عندك ديك الريزرفوار ديال لابيل اللي كيتفرز عند الحاجة كيولي سالب ليها كيهبط ديريكتومون. دونك من الأفضل الإنسان يتفادى المواد الدسمة الدهنيات المقليات داكشي كامل اللي يتفاداهم ويدير واحد النظام اللي هو صحي. نعم.
نعم نعم إفادة إفادة المقليات وداك الشيء الأغذية ديال الفاست فود الأغذية الأغذية كلها اللي بنينا محمد أوشن الأغذية اللي بنينا على حسب شنو ولفتي فهمتي بالعكس كاين اللي ما عندوش ما عندوش يبعد على مثلا الحوت مقلي وداك الشيء اللي تفضلوا كاين بديل بطبيعة الحال مش مشكل الدهون الحيوانية ياخذ دهون نباتية يعني هذه الحاجة الوحيدة زعما اللي يقدر يخصو نعم اللي خصو يدير فيها الإنسان مجهود سواء كان مريض أو لا ما مريضش وحنا دائما من خلال البرنامج كنحاولوا دائما يعني نأكدوا على هذه المسألة ديال نمط العيش ديالنا وعلى كذلك نظامنا الغذائي ما فيها باس إلا ما كنا كنعانيو من حتى شي مرض مزمن ما فيها باس واحد المرة في 15 يوم إلا تشهينا شي حاجة ما فيها باس ولكن المعتاد والدائم خصو يكون نظام غذائي صحي دكتور محمد أوشن قبل ما نختموا معك تبغي تضيف شي نقطة أو ربما نصيحة نعطيها للمستمعين بالنسبة للمرارة التشخيص ديالها باين ما كاينش شي حاجة ديال ماشي صعيبة يعني فحص فقط بالصدى ليكوغرافي كتبين حجر المرارة العدد ديالهم ولا طاي ديالهم وكل شيء يعني ماشي شي حاجه اللي ما تحتاج شي اكزامان بعيد يعني الانسان ابرز الاضرار ابرز العلامات اللي يبانو فيه الانسان يستشير الطبيب اقرب طبيب لي باش يعرف واش عنده ولا ما عندوش وفي حاله ما كانت عنده الا كانت كتعطيه الم خاصو يدير لها عمليه جراحيه نعم يعني ما خصوش يتعطل عليها باش ما تكونش مضاعفات مضاعفات حيت لا قدر الله وصلنا لمرحله ديال المضاعفات العلاج كيكون شوية صعيب نعم فإن شاء الله كنتمنوا الصحة والعافية لنا والجميع يا ربي ودائما كنعاودوا نأكدوا عليها الإنسان يحافظ على صحيحته ما أمكن لأن ملي كنطيحوا في شي مرض راه كتولي سلسلة من يعني من الأشياء اللي خاص الإنسان يديرها من العلاج من مجموعة ديال الأشياء تولي إنسان مضطر يعني الواحد يدير هاد الشيء ما حدو الحمد لله بصحيحته وماشي ملزوم أو مضطر شكرا جزيلا لك دكتور محمد شكرا لك بارك الله فيك مرحبا نتلاقاوك ان شاء الله في حلقات مقبله باذن الله دكتور محمد أوشن ان شاء الله اخصائي في جراحات الجهاز الهضمي